لم توفر تداعيات فيروس كورونا قطاعاً إلا أنها أصابت قطاعات أكثر من سواها. القطاع السياحي قد يكون على رأس القطاعات التي دفعت ثمناً باهظاً جداً. تفاصيل خسائر القطاع السياحي نستعرضها مع الزميل يوسف الشريف اللي ينضم إلينا الآن. يوسف، هذا القطاع بالفعل تأثر بشكل كبير، والكل يقول أنه يعني لا يكون من السهل أن ينهض خلال الأعوام القليلة المقبلة. مساء الخير شمتان. مساء النور. وين رحتي الصيف؟ وين سافرتي؟ ولا أي مكان، بقينا بالبلد. إذن هذا الصيف لم يسافر أحد، وبالتالي ما في لا سياحة ولا في أي تنقلات، حتى السياحة الداخلية تضررت داخل البلدان، لأنه يعني أكبر قطاع ربما تم الإضرار به بسبب هذه الجائحة. على كل سنتحدث عن بعض الأرقام، وسأعود لك بجرعة أمل يعني إذا يعني ساعدنا ضيفنا على هذه النقطة، حيث بلغت، هكذا تقول الأرقام، بلغت خسائر السياحة العالمية بسبب فيروس كورونا 460 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، كما أفادت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. تراجع عدد السياح في العالم بمعدل 65% في النصف الأول من السنة بسبب إغلاق الحدود وفرض قيود على المسافرين، الأمر الذي كبد القطاع السياحي خسائر أكبر بخمسة أضعاف من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2009. منظمة السياحة العالمية أوردت في تقريرها أيضا أن مؤشر السياحة في أغسطس الماضي ينذر بتراجع للطلب بنسبة أكثر من 70%. وأضافت المنظمة أن العودة إلى مستوى عام 2019 على صعيد وصول السياح ستستغرق ما بين عامين وأربعة أعوام. وفي حين تشهد بعض مناطق العالم خاصة في أوروبا تفشيا جديدا لفيروس كورونا، أو ما يسمى بالموجة الجديدة أو الثانية، وما قد يؤدي إلى فرض قيود جديدة على السفر، تبقى السياحة أكثر القطاعات العالمية تضررا من الوباء، مما يجعل شبح البطالة يهدد آلاف العاملين في هذا المجال. نرحب بضيفنا من القاهرة الخبير السياحي حسام العكاوي، أهلا وسهلا بك، وسامحنا على يعني هذه الأرقام السلبية التي يعني تعكس ربما تراجع وتدهور وضع السياحة والقطاع الذي تتحدث عنه حضرتك الآن. لا أعرف إذا كان من المنصف أن نقدم أرقام السياحة ستة أشهر بستة أشهر، لأنه الستة أشهر الأولى كان فيها سياحة، يناير فبراير إلى حد ما، حتى في مارس، لكن عندما نتحدث عن أغسطس ويوليو سنحصل على أرقام أسوأ، علما أنها هي فعلا هذه الأرقام. هل أنت متشائم بقدر ما هذا التقرير متشائم؟ هو هذا التقرير، مع تحياتي ليك أخي العزيز، مع تحياتي ليك، أنت ما سبتش أرقام وما اديتناش فرصة أن احنا إيه نعبر على أرقام، أنت قلت الحقيقة في مطلقها العام مجرد. ولكن في شهر 5 مايو الماضي أصدرت منظمة السياحة العالمية والأمم المتحدة تقرير قالت فيه أن الخسائر نسبة التراجع هتكون من 60 إلى 80%. احنا كنا بنتكلم في شهر 5 مش في شهر 8، رغم انه كان عندنا تفاؤل انه يكون هناك في سبتمبر بعض الفتح للمقاصد السياحيه وبعض تخفيف القيود السفر، ولكن صدق هذا التقرير الذي صدر في شهر 5، وكانت الخسائر تتحدث عن انها هتكون من 320 الى 350، وها هي قد صدقت الارقام كما جاء في تقرير شهر مايو. ولكن الآن هناك تقرير يتحدث على أن بنهاية 2020 ستصل الخسائر إلى أكثر من 900 مليار دولار. هذا ما علينا أن نتحدث فيه الآن. للأسف قطاع السياحة والنظرة أنه هو لن يرجع إلى مستويات 2019 إلا بعد مرور من عامين ونصف إلى أربع أعوام. دع هذه التقارير جانبا ونتحدث على قطاع السياحة عندما أقولها، عندما نصل إلى لقاح
معتمد دوليا لهذه الجائحة سيتعافى قطاع السياحة في وقت لا يتخيل الخبراء أو الخبراء في شتى أصقاع العالم كيف تعافى قطاع السياحة. قطاع السياحة قطاع يستطيع مرت به كوارث كثيرة بدءا من أحداث 11 سبتمبر، الأزمة الاقتصادية العالمية، فيروس سارس 2003، تعافى قطاع السياحة بسرعة شديدة جدا. أنا للأسف ما عنديش النظرة التشاؤمية أكتر من أن أنا أقول أن هذه الخسائر يستطيع قطاع السياحة عندما يستقر الوضع وعندما يتم السيطرة على هذا الفيروس يستطيع قطاع السياحة أن يتجاوز وينمو نموا شديدا. طيب أستاذ حسام اسمح لي هنا أن أسألك، يعني الآن عندما نتحدث عن أنه الطيران توقف، هذا جزء أيضا من النقل والسياحة، عندك أيضا الفنادق تم إغلاقها، لكن في فنادق تحولت إلى أمور أخرى، ألا يمكن لقطاع السياحة أن يبرمج نفسه بحيث أنه يحاول أن يتغلب على مثل هذه الأزمات؟ يعني العاملين في قطاع السياحة هل لهم أي مجال آخر لعمل مؤقت أو شيء مؤقت أو تغيير نشاط مؤقت؟ للأسف الشديد قطاع السياحة نعلم أنه هو قطاع شديد الكثافة في نسبة العاملين، من المتوقع أنه وفق الإحصائيات ووفق التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أن يتجاوز هناك من 120 ل 130 ألف فرصة عمل مهددة في القطاع، ولكن نستطيع أن نقول قطاع السياحة دائما وأبدا يعمل بأفكار من خارج الصندوق. كل القائمين على المنشآت والمقاصد السياحية سواء كانت شركات سياحة أو فنادق أو منتجعات سياحية أو مطاعم لديهم، لك في تجربة السويد فكرة مطعم الزبون الواحد في اليوم ونجحت. هناك أفكار السياحة الافتراضية في تايوان، قطاع السياحة واعد بالأفكار. احنا أمام تقارير والتقارير صادمة، نعم تقارير صادمة، ولكن قطاع السياحة لم ينأس ولم ييأس أبدا. طيب ما حل بقطاع السياحة؟ أثاره تعدت ما حل بقطاع السياحة منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن العاملين بقطاع السياحة فقط عندما يكون هناك علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس سترى قطاع السياحة من تحدث عن سنتين ونصف إلى أربع سنوات ستتجاوز من عام لعام ونصف. طيب أشكرك شكرا جزيلا ضيفي الخبير السياحي من القاهرة حسام العكاوي، أهلا شكرا جزيلا لك.